طيب هذا أول إصدار من نوعه في العالم العربي. كما تعرفوا أنتم مشكلة أو موضوع مراقبة تمويل حملة انتخابية حاجة جديدة في البلدان العربية. أول مرة صارت في لبنان سنة 2009 مع منظمة الشفافية اللبنانية. ثاني مرة تصير في تونس. والأول مرة بعد الربيع العربي خلينا نقوله مراقبة تمويل حملة انتخابية مش تصير في تونس ومش تصير تحت إشراف منظمة أنيرتف أي ووتش. دونك الكتاب هذا يجي في إطار المشروع المتكامل مشروع مراقبة تمويل حملة انتخابية. مشروع هذا يتوج اليوم على الأقل في المرحلة الأولى نتاعو يتوج اليوم بالكتيب هذا اللي نحكيو فيه على الرهانات اللي تواجه موضوع تمويل حملة انتخابية في تونس. خلينا نقولوا كفترة أولى وكمرحلة أولى انطلقت الفكرة يعني بعد انتخابات 23 أكتوبر بعد ما لاحظنا أنه المجتمع المدني التونسي غض الطرف نوعا ما على موضوع تمويل حملة انتخابية، الشيء اللي خلى نوع من المشاكل أو الإشاعات أو الكلام أو اللي نعرفوا احنا قالوا تصرف كذا وتصرف كذا وفلوس جات من برا فلوس كذا. دونك الإشكالية هذه طرحت برشا ويمكن في بعض المجتمعات تشكل يمكن تهديد على مصداقية الانتخابات أو نزاهتها. النقطة هذه نقطة يعني نقطة السلبية اللي كانت في الانتخابات الفارطة انه جمعيات الكل في تونس ركزت ومنها منظمة قضاء ووتش اللي ركزنا على مراقبة اليوم الانتخابي يوم 23 اكتوبر ما ركزناش على مراقبة التمويل الانتخابي نظرا لضيق الوقت كما تعرفوا يعني ما كانش فما وقت برشا وقت حتى اللي يزيد بيدها ما كانش عندها برشا وقت باش تراقب تمويل الحملة الانتخابية. جات الفكرة هذه يعني في التقرير بتاعنا التقرير اللي اصدرناه بعد 23 اكتوبر تقرير الانتخابات واشرنا الى النقص اللي صار في الانتخابات اللي فاتت. دونك الفكرة بدات من غادي وقلنا علاش من الانتخابات الجاية ما نقوموش بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية بالاضافة الى اكيد الى مراقبة اليوم الانتخابي. قابلنا مع ايفس اللي هي منظمة دولية للانظمة الانتخابية وطرحنا عليهم الفكرة بوسكو هما توا تقريبا عندهم 25 سنة أو 26 سنة من الخبرة في العالم في تنظيم أو في مساعدة على الأقل في مساعدة أو الأسيستونس خلينا نقولوا للهيئات والمجتمع المدني والإعلام في مراقبة وتسيير الانتخابات بصفة عامة. فيما يخص عملية مراقبة الانتخابات كما قال مهاب الفرق اللي ديما نأكد عليه العملية الانتخابية العادية هي عملية تقنية بحتة ما يهمكش شنية قاعد يصير برا المكتب الانتخابي ما تقوم الصباح تمشي تشوف الخلوة في بلاصتها صندوق فارغ فما أوراق الناخبين شادين صف دونك ما يهمكش قاعد يصير هذايا ما نجموش ندبقوها على عملية الانتخاب خاطر الوضع السياسي يهمنا يهمونا شكون التحالفات السياسية شكون الأطراف الفاعلة في المجال السياسي يهمنا العنف الانتخابي ومدى مع سايره كيفاش قاعد يصير يهمنا شكون رؤوس الأموال هذا قبل الانتخابات ولكن يهمنا الوضع بعد الانتخابات خاطر اليوم لو كان رجل اعمال باش يعطيك شويه فلوس مش باش يقول لك اسمع تربح ترجعهم لا يصبر عامين وثلاثه للمونديال تاعك باش يبدا يستنفع منه بعباره اخرى اليوم رجل اعمال باش يعمل استثمار في حزب سياسي اللي يتوقع منه مجموعه من القوانين ولا مجموعه من الصلاحيات اللي من بعد هو يستنفع منه دوله اجنبيه نفس الشيء اذا باش تعطيك اليوم مجموعة من خلينا نقول دعم تستنى منك مجموعة من القوانين ولا منحة مجموعة من المشاريع والاستثمارات ولا الإعفاءات الضريبية اللي تخدم مصالحها فهذاك علاش نرجع ونأكد لو نحبوا المعركة تكون خلينا نقول معركة سياسية باش عنف تكون المعركة ما بين أحسن الأفكار مش برؤوس الأموال إكزامبل صغير اللي نجموا نلاحظوه بعد ثلاث سنين هو منح الصفقات العمومية شكون الدول اللي باش تاخذ بعض العقود نتاع استخراج النفط التونسي؟ شكون الدول اللي باش تاخذ عقود تاع استخراج الموارد الطبيعيه التونسيه؟ شكون العقود اللي باش الدول اللي باش تمنح العقود لاشخاص؟ دونك هذا مهم ما نلاحظوه كان بعد الانتخاب فهي عمليه طويله المدى لازمها برشا طول النفس ويلزمها التفاف الناس الكل فعلاش قلت هي وضع سياسي اكثر منه عمليه تقنيه.